أيها القائم من بين الأموات، يا ليتك تقف أمامي اليوم كما وقفت في وسط تلاميذك لتبشرني بسلام وفرح القيامة. نعم يا رب، قف أمامي لتبدد مني كل ذعر واضطراب وخوف، وتثبت إيماني بالقيامة المجيدة وبقوة الحياة التي منك ومن هذا القبر الفارغ أعطيتني إياه. أنت عارف يا رب بكل ما يدخل في فكري وما يخرج من قلبي، فانظر إلي، انظر إلي بأنوار قيامتك وخلصني. أرني وجهك الحبيب واسكب في روحك كما أعطيته لتلاميذك، وبعث في حياة جديدة أحياها معك يا حياتي وقيامتي. ألا ارفع يديك وباركني بالبركة التي أنزلت قيامتك في كيان رسلك، فأقوم من موتي وألتزم بك. باركني ببركة صعودك فيتوطد في الإيمان بك، وأرجع لأبشر برحمتك ومحبتك. بشرني باسمك بالتوبة لمغفرة الخطايا، لأستنير بنعمتك وأرتقي إلى مستوى حبك. ادخل إلى حياتي يا رب كما دخلت في حياة تلاميذك، لكي أباركك يا إلهي بلا انقطاع من الآن وإلى دهر الداهرين. آمين.